الله يا جماعة ما شاء الله اللهم بارك. هاي الفاصوليا شوفوها، شوفوا اللوز، شوفوا الكشمش، شوفوا الجوز، شوفوا هنون التمن اللهم بارك، اللهم صلي على محمد ما شاء الله. وها هي تفضلوا حياكم. هسه بسم الله راح نضيف الماجي باعوا شوية بعدي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بعدين عندي هنا مية لحم اللهم بارك راح أضيفها عليها. ورمة قلة ما شاء الله نضيف شنو؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. ستاك بسم الله. نضيف ال قولوا وياي الفاصوليا، حتى نسيتوني الاسم ما شاء الله اللهم بارك. حبايبي هسه بسم الله مو فوق البصل راح احطه على جهه، حتى لازم يتقلى المعجون، ديروا بالكم ما تقلون المعجون. انا بالنسبه لي ما احب وياه طماطه فريش، استخدم معجون وما احب استخدم وحده، استخدم اثنين لانه احب احمر احمريكو، والمعجون احنا لازم عندنا يتقلى. اللهم صلي على محمد وآل محمد ما شاء الله اللهم بارك. أكل الهنا عليكم كلكم حبايبي، حياكم الله تفضلوا. Thank you ملندا. نسيت الثوم، هسه قلت لها الميمي الورد ما شاء الله تقص لي ثوم، حتى أريد أضيف عليه ثوم حبايبي لأنه طيبة الفاصولية ويا الثوم. عاد إحنا بالعراق ما نحب الثوم ويا الفاصولية، يعني أنا بالنسبة لأهلي شوية أوخر من النار. دائما لسانكم استغفار صلاة على النبي، حتى وانتو تطبخونها. شنو الأسود ترك شيء؟ عفوا أضيف شوية كأنه بعد نضيف زيت. أريد أغير اللي حطيته على النص لأن النار أقوى هنا، أنا راح أسدها هنا هنا لأن النار أوريدي كانت مفتوحة. شوفوا ما شاء الله بلش ينحمس. اللهم بارك، اللهم صلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. دائما ادعوا لما تطبخون صلوا على النبي ما شاء الله. حبايبي غسلت التمن وهسه اريد اطبقه، تفضلوا ما شاء الله. حبايبي ديروا بالكم بالنسبه للناس اللي بالاردن من الفراوله ومن الرقي، الرقي اللي هو البطيخ انتم تسموه الاحمر الرقي، لأن هواية ناس دا تتسمم دا يصير عندهم إسهال خصوصا الفراولة، لأن يقولون هو هذا مو موسمها، بس ما أعرف شنو السبب هيك دا يصيرون إسهال. والرقي أيضا شوفوا شلون لازم ما المظاهر، يعني ما تاخذون بالمظاهر. أنا دا أمشي لابسة لبس رياضة وبيدي مي، أي أحد يشوفني يقول هذا المي إلي، طبعا هو المي مو إلي لطفل. فما شاء الله أبدا لا تخدعون بالمظاهر أبداً.